بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعيش هذه اللحظات مع حديثه الشريف، نأخذ منه الأنوار ونكتشف به الأسرار. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري ومسلم. وكلمة وهي راغبة أي زاهدة في الإسلام، معرضة عن الإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصر على أن تبر أمها مع كفرها، مع شركها، مع أن هناك معاهدة وهي عهد الحديبية بينه وبين المشركين، وقد تكون هذه المرأة قد آتت من أجل التجسس، أو أتت من أجل فتنة، أو أتت من، وليس لنا أن نتدخل في كل هذا، بل بري أمك، صلي أمك، وهي مشركة، وهي مشركة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أخلاق نبوية عالية لا نراها في من حولنا من النابتة المتشددين الذين يتشدقون بالدين ويكفرون عباد الله المسلمين ويرفعون عليهم السلاح ويقتلون الدم المسلم البريء. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أشد حرمتك على الله، ولا دم امرئ مسلم أشد عند الله حرمة منك. ولذلك سمى هؤلاء النابتة بالخوارج، لأنهم لا يعرفون برا، ولا يعرفون أن هذا البر قد يكون للمشرك وقد يكون للكافر، فما بالك للمسلم، لا يعرفون هذا. ولذلك قال: الخوارج كلاب النار. وسمة الخوارج أنهم يقتلون الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فهؤلاء العلامة التي وضعها رسول الله لهم أنهم يقتلون المسلمين، أنهم يقتلون الناس. وكان النبي فيما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني يقول: الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدم بنيان الرب. إذن نبر أبانا وأمنا حتى لو كانوا فسقة، حتى لو كانوا مشركين، حتى لو كانوا ملاحدة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. يعني كمان مش أبوه بس، ده كمان اللي بيود أبوه. ولذلك كان بعض الناس يقول في حديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم ما تحبه أمك، أبوك ثم ما يحبه أبوك. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أهل ود أبيك، أصحابه، حبيبه، أصدقاؤه، جيرانه. إذن ففي برهم بر لأبيك. هذا المعنى موجود في السنة عن أبي أسيد مالك ابن ربيعة الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء؟
أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما. الصلاة عليهما يعني إنك أنت تدعي لهم، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال نعم، الصلاة عليهما، الاستغفار لهما. أديني مرة اتنين، إنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني لما يكونوا وصوا بوصية قم إحنا ننفذ الوصية. عاهدوا واحد وعدوا واحد على إن هم يدولوا قرشين يساعدوه في الزواج ولا يسقهم، إحنا نعمل كده برا بأبونا وأمنا. على فكرة ده مش واجب علينا، ولكن هذا فيه بر وفيه طلب ثواب ورضا من الله سبحانه وتعالى. وصلة الرحم التي توصل، التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وإكرام صديقهما، يبقى لما تقابل صاحب أبوك تاخده بالحضن وتغديه وتستقبله استقبال حسن، والراجل يعني يحس ان انت ابنه، وانه هو الحب القائم بينه وبين ابوك الله يرحمه، او الست الحب القائم بينها وبين امك الله يرحمها، او الجيران الحب القائم بينهم وبين ابوك وامك لسه باقي، وانك انت ماشي على الضرب. هذا الحديث رواه ابو داود. فقدامنا اذن برنامج، من هذا البرنامج الدعاء والاستغفار وتنفيذ الوصية والعهود، أيضا العهود الوعود نستطيع أن ننفذها وهكذا. وفي هذا المعنى يروي أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي، قربت منه كده صلى الله عليه وآله وسلم، فقام إليها فبسط لها رداءه. يا دي ست لازم مهمة جدا. فجلست عليه. قلت، أبو الطفيل بيسأل اللي حواليه من هي، لأنه رجع أول ما قلع العباية وحطها فرشها يبقى دي حاجة كبيرة قوي. قالوا هذه أمه التي أرضعت، كانت السيدة حليمة ولم تكن قد أسلمت على فكرة، إنما دي أمه من الرضاعة. سيدنا رسول الله قال لنا كده خليكوا رقاق القلب مش خلوكوا قصات القلب. سيدنا رسول الله بيعلمنا الأخلاق مش بيعلمنا قلة الأدب والتجرمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالي القدر عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف يكون حجابا بين الخلق والخالق، وكيف يكونون هؤلاء مشوهين للإسلام تحت عنوان الإسلام خوارج. هذا معروفين في السنة بأنه دول خوارج. الخوارج هم مين؟ هم اللي بيشوهوا الإسلام تحت عنوان الإسلام، لأنهم لا يطيعون الله ولا رسوله ولا العلماء ولا أي حاجة، هم يطيعون هواهم وعندهم تلبيس إبليس. نسأل الله السلامة وأن ينجينا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا على خطوات النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، ورضا الرب في رضا الوالدين. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.